صباح النور للجميع، إن شاء الله تكونوا بألف خير وبألف صحة جيدة. الأبراج العامة الأسبوعية، بليز حيوا معي الملاك الرئيس يوريال، اللي بحب يستدعي الملاك الرئيس يوريال بليز يحضر صلاته وحلقته عالمية الأعشاب والحياة ليتعرف على دوره في حياتنا وأيضا يولع له شمعة حمراء. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الحمل، الحمل على الوضع العام عم نشوف مرحلة صعبة عم تمروا فيها، يمكن هالمرحلة تتعلق بالعائلة، ضمن الأسرة، تغييرات ضمن العمل، بشكل عام الحياة حواليكم فيها تجديدات وتغييرات كتيرة لازم تواجهوها بشجاعة وما تيأسوا. الحدث اللي صار أو الزعل اللي صار وأدى إلى بعض الأمور اللي لازم تغيروا فيها كان أو تاخدوا فيها موقف حازم أو جدي، رح يستمر إلى أن توصلوا إلى بعض الحلول، خصوصاً إذا كانت هذه الأمور تتعلق بعمل أو ترك عمل أو ترك بونص أو تغيير له طابع مالي، يعني ممكن تضطروا تتدينوا، توفوا دين، يضيع منكم مبلغ من المال أو تنتقلوا من مكان إلى مكان. حمل بشكل عام هذا الأسبوع على صعيد العاطفة، بليز تابعوا الأبراج العاطفية، نزلت يوم الاثنين، بس على صعيد العاطفة والعائلة بدكم تاخدوا حذركم كتير، لأنه الأشخاص اللي حواليكم منهم كتير واضحين بالرسالة اللي عم بحاولوا يعطوكم إياها، إما في علاقتكم العاطفية أو داخل البيت. حمل اعملوا اشتراك شير ولايك سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الثور، البرج العام، بليز حيوا معي وجود الملاك وحضور الملاك الرئيس يوريال، اللي بحب يستدعي الملاك الرئيس ممكن يولع له شمعة حمراء، بليز احضروا حلقته وصلاته عالمية الأعشاب والحياة، واحضروا أيضا معه تأمل التخلص من العلاقات السابقة. ثور، انتو كمان مثل جاركم الحمل في عندكم مواجهة بدكم تواجهوها، وهي فصل، هاي المواجهة فصل، فيها نوع من الفصل، فيها نوع من التحدي، فيها نوع من وقوف، وقفة حزم بسبب قرار او شخصية او حدث بدكم تكونوا فيه انتو صح، ما عم تطلعوا كتير صح، ما عم تقدروا تتوصلوا إلى هذا الشيء، لأنه الشخص أو الشريك أو الحبيب أو العمل أو الشخصية اللي عم تتعاملوا معها يقودها نوع من التهور، فلذلك أنتوا ما عم تقدروا تستخدموا المنطق أو العقل مع هذه الشخصية. أيضا الحدث اللي حتمروا فيه مثل زي ما يكون بوليس أو شرطة أو سلطة تتحكم بأمور فوق إرادتكم، فوق طاقتكم، فوق الظروف اللي حواليكم، وأنتوا عم تحاولوا تكونوا مثل ما بنقول بالعربي أو بالعامي محضر خير، وبس ما عم بتلاقوا نتيجة، الباب مقفل. على صعيد الأسرة والعائلة في عندكم نوع من الملل، في عندكم نوع من الزهق، حابين تطلعوا وتعملوا تغيير، ما عم تحسوا الظروف مواتية في الوقت الحالي، حابين تروحوا تجوا تظهروا تسهروا تغيروا جو، بس بذات الوقت عم تحسوا انه لا، لازم يكون عندي التزام او ارتباط بالوضع اللي انا عايش فيه او عايشة فيه وبالمسؤوليات التي تدور حولي. ما ننسى هذا البرج العام، البرج العاطفي، نزل يوم الاثنين. مرات بتحسوا بدي اظهر، بدي اطلع، بدي اتخلى عن كل مسؤولياتي، بدي بس اطفش، ومرات بتحسوا انه لا، خليني مكاني، خليني بما انا فيه، هاي اسمتي، هيدا نصيبي، هيدا حالي. فهذا الصعود والهبوط اللي انتم فيه حاليا الاسبوع رح يكون زايد، رح تتعايشوا معه بشكل اكبر، لذلك بدكم تصبروا الى ان ينتهي الاسبوع او الايام القادمه ويرتفع هذا الاحساس بانه اشخاص تانيين او حالات اخرى هي اللي عم تتحكم فيكم لفتره من الزمن. بالتوفيق للثور. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الجوزاء، بليز اعملوا اشتراك شير لايك سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. حيوا معي وجود الحضور الملائكي ووجود الملاك الرئيس يوريال معنا. بدي اشوف القلوب الحمراء مالية اليوتيوب، بليز احضروا حلقته وصلاته عالمية الاعشاب والحياه، واللي بحب يستدعي الملاك الرئيس يوريال بامكانه يحط له شمعه حمراء.
عفوا جوزاء، الوضع العام شو عم بصير معكم؟ احضروا الابراج العاطفية بليز، نزلت بصير عندكم الصورة كاملة على وضع البيت والزوجة والأولاد والعائلة، ووضع تغيير الاجتماعي ثابت واقف بهالمرحلة، في نوع من التضحية، لا في تقدم ولا في تأخر بنفس المكان. فئة منكم المتجوزين عم بيفكروا ما بقدر غير شيء، ما بقدر أعمل شيء بخصوص الزوجة الأولاد أو الزوج والأولاد والبيت، وأنا بحاجة يكون بهالتضحية واقف أو واقفة لفترة معينة من الزمن. أما الفئة الأخرى فعم تحس أنه هي بحاجة للتغيير، بس للأسف عم تنسحب من الساحة الاجتماعية، عم تبعد عن الناس، عم تبعد عن العائلة، حتى بأفكارها بتصرفها بخروجها من البيت هي بعيدة كل البعد عن التعاطف، فعم بصير مثل كأنه حصار فكري عايشين فيه، عفوا داخل أفكاركم، وعم بتفكروا بطريقة تتعلق فيكم انتو، بس ناسين انه الاشخاص اللي حواليكم هم بحاجة لإلكم، بحاجة يكونوا معكم وبيقدروا يدعموكم لتطلعوا من هيدا الوضع. فلا تبتعدوا عن العائلة، الاسرة، الزوج او الحبيب، ما تبلكوا الناس، ما تنسحبوا، ما تديروا ظهركم، لانه فيما بعد رح تحسوا انه صحيا رح تتأذوا. So please جوزاء جوزائين، انتو بتسمعوا كلامي دايما، طاقتكن عطول بتوصلني، ورجوني القلوب الحمراء مع باليوتيوب لتحية للملك الرئيس يوريال، وبليز استمعوا للنصيحة. في حالتكن الابتعاد عن الناس ليس غنيمة. بالتوفيق للجوزاء. عزيزي وعزيزتي مواليد برج السرطان، البرج العام، شو مخبينا؟ بليز رحبوا معي بالملك الرئيس يوريال، ورجوني القلوب الحمراء تلاقي اليوتيوب. اللي بحب يستدعي الملاك الرئيس بإمكانه يحضر حلقته عالمية الأعشاب والحياة ويقرأ صلاته أو دعاءه، وأيضا يولع له شمعة حمراء. بإمكانكم أيضا تحضروا حلقته عن فك التعلق في العلاقات السابقة، لأنه حسب ما عم شوف سرطان أنتم بحاجة لهذا الشيء، بحاجة إنكم تعملوا فك التعلق، بحاجة للابتعاد. أخذتوا القرار، ابتعدتوا، فكركم لا يزال مشغول، عم تسترجعوا الأحداث، عم تفكروا من فترة، من 6 أشهر، من شهر، من 2، من 5، أنا كنت هيك، هلأ أنا هيك، تغيرت، وين صار وضعي. هذا الإحساس بالترابط بالعاطفة، بدكم وجود يكون حدكم، بدكم إحساس بالعاطفة بالأمل، وعم بتحسوا أنه وحيدين بمركبة الحياة. اللي عم شوفه لألكن هو أنه التغيير قادم، بس من بعد انتهاء الشهر القمري، سواء إذا افترضنا الشهر هيدا بلش قمريا، إذن الشهر القمري القادم على دورة القمر القادمة، يعني بعد حوالي شيء، إذا أنه يكتمل القمر بالولايات المتحدة يوم 22، ومن بعدها رح يبقى يمكن 15 يوم إلى أن ينتهي، صح، ويولد قمر جديد. فإذا 2 أو 3 أسابيع بدكم لحتى تمروا بتغيير جديد وتنتصروا على كل الأشخاص اللي زعجوكم، أزوكم، جرحوكم. رح تكونوا أقوى، رح تكونوا أعمق تفكيرا، بس أكيد أكيد لازم ننتبه على صحتنا، على أفكارنا المشوشة، على الضياع تبعنا، نخرج نطلع نكون مع الناس، نعمل تأمل، نشوف وضع أفضل لنا نقدر نتعايش معه، أو خدوا إجازة. بالتوفيق للسرطان. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الأسد، حيوا معي الملك الرئيس يوريال، ورجوني القلوب الحمراء تعبي اليوتيوب. إذا حبيتوا تستدعوا الملك الرئيس، احضروا صلاته وحلقته عالمية الأعشاب والحياة، واحضروا معه حلقة التأمل في الفك التعلق بالعلاقات السابقة، ولعوا له شمعة حمراء إذا حبيتوا أنه يكون معكم. سواء أسد، بعض الرعونة بحياتكم عم تتحكم بتصرفاتكم العامة بشكل عام. هذه الرعونة آتية من إحساسكم أنه حابين تكونوا بنوع من، كيف بدي أقولكم، تضحية، حزن، ابتعاد، فترة سوداوية عم تمر عليكم، عواطف كتير جياشة ما عم تقدروا تتفاعلوا معها، ما عم تقدروا تنسقوا، ما في ترتيب بالحياة، بالعاطفة، في نوع من الضياع، فوضى،
ساعة بتاعته بارد، ساعة بتاعته سخن، ساعة بتفرحوا، ساعة بتحزنوا، ساعة بتبكوا، ساعة بتضحكوا، ما عم تعرفوا شو عم يصير معكم. فهيدي حتى لو كانت داخليا من جوا زي ما كانت البخار او القطار البخاري عم يغلي يغلي من جوا، بعدين بيطلع البخار بينفجر وانتم في ضياع. ليه عم يصير معكم هيك اسد؟ بليز اكتبوا لي بالتعليقات. هالفتره ستستمر معكم لفتره طويله، هي عباره عن رعونه اذا بدنا نسميها، او طفوليه وعدم نضوج احساسكم انكم طفوليين، بدكم كل الامور تمشي على ذوقكم، مش عم تمشي الامور على ذوقكم، لذلك ما عم تقدروا تتفاهموا مع الواقع اللي حواليكم. يمكن لما بتتصرفوا مع الاشخاص اللي حواليكم من برا هن بيشوفوا هالغضب، بس انتم من جوا بتفكروا انه انتم عم تعملوا الشيء الصح، ولكن وصلتوا الى حاله من الغضب عاليه جدا عم تقدروا تفهموا معه. بليز اكتبوا لي شو اللي عم يصير معكم. انتم بحاجة للتنفيس عن هذا الغضب بالمهارات، باعمال يدوية، برياضة، رماية، سفر، اي شيء تعملوا، تاخدوا تشانلينج، تاخدوا هالطاقة القوية اطلعوها منكم، لانه ممكن أن تدمركم، تدمر من حولكم. هذا اللي مبين عندي أكتر شيء التركيز عليه، ما عندي تفاصيل أكتر أعطيكم. أنتوا أدرى بأحوالكم أسد، اكتبوا لي بالتعليقات شو عم يصير معكم. بالتوفيق عزيزي وعزيزتي مواليد برج العذراء، بليز اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم إشعار البث المباشر. بليز حيوا معي الحضور الملائكي للملاك الرئيس يوريال، اللي بليز ورجوني القلوب الحمراء معبي اليوتيوب، واللي بحب يستدعي الملاك الرئيس بليز يحضر صلاته على مياه الأعشاب والحياة، وأيضا يحضر معه حلقة التأمل بفك التعلق من الحب السابق. عزيزي وعزيزتي العذراء، العذراء وضع مادي جيد، بس صار في خسارة مالية، إما كانت بسبب أحد الأشخاص انسحب منكم، أو سحبتوا بعض الأموال واضطريتوا أنكم تصرفوها بدون ما تعملوا موازنة، أو اضطريتوا أو تعرضتوا، أو خليني أرجع أوضح، إلى حدث مفاجئ مالي بحاجة لصرف مال غير متوقع. هل هذا الشيء حصل أو بعد؟ بليز خبروني بالتعليقات. عذراء على الصعيد العام الأمور بترجع بتتحسن ماليا، ولكن بتضلوا لفترة من الزمن إلى أن تعودوا هذه الخسارة. من بعد منها بترجع الخسارة المالية، إذا كان فقدتوا عمل أو حابين تتركوا عمل، أو كنتوا بتجارة حبيتوا تتركوها، أو بعتوا واشتريتوا بعض الأسهم. أموركم بشكل عام ناجحة، في توفيق لكم، رحلة جديدة أو منفس جديد أو مدخل جديد إلى عالم غير قبل رح يكون معكم، وتتغير اموركم الى الافضل. عذراء اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الميزان، ميزان بليز حيوا معي الحضور الملائكي للملاك الرئيس يوريال، بليز ورجوني القلوب الحمراء معبيه اليوتيوب. اللي بحب يستدعي الملاك الرئيس بليز يحضر صلاته وحلقته على مياه الاعشاب والحياه قناتي الثانيه، وأيضا يحضر معه التأمل لقطع العلاقات السابقة والسلبية وولادة حياة جديدة. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الميزان، ميزان مرت فترة تغير فيها أمور كتير، وقفتوا فترة تنتظروا بعض التغييرات الاجتماعية والعاطفية على صعيد العائلة. فئة منكم تركت الشريك، انفصلت عنه بالست أشهر الماضيين أو في السنة الماضية، الآن عم ترجعوا تعيدوا وجهة النظر، برجع ما برجع، بحاول ما بحاول، هن بجوز عم يتواصلوا معكم، رح يحصل تواصل. اللي عندهم أطفال ممكن أكتر الشريك يحاول يتواصل معهم ليرجع الشراكة. أوكي. أما أنتوا شو بتحسوا، شو رح تعملوا، كيف رح تتصرفوا، فعم شوفكم مش دايرين بالكم على شيء، بتحسوا أنه اللي انكسر ما رح يتصلح، ولكن إذا في أطفال فالوضع مختلف. فالبعض منكم اللي عم يفكر يهاجر سيحصل على أوراق الهجرة بعد تعب، لأنه ناقصة إلى الآن وبحاجة إلى تركيز. أما البعض الآخر اللي استلم عمل جديد فممكن
يحس انه هذا العمل مش مناسب لإله او الاشخاص اللي حواليه مش مناسبين بهذا العمل ممكن يفصل عنه. شو ما قررتوا تعملوا رح يكون في تحسن بطيء بس رح يجي المال اما من تجارة من عمل او من عمل جديد. بشكل عام وضعكم العام على الصعيد الاجتماعي متقلب غير مقرر، ما عم تعرفوا بأي اتجاه رايحين، في بعض الضياع. حطوا على ورق مخططات اللي بدكم اياها، شو هي الاهداف المهمة وما هو الاهم، ابتدوا من الاهم الى المهم ونزولا بالاقل اهمية لحتى تقدروا تنظموا حياتكم. الضياع كتير كبير. بالتوفيق للميزان عزيزي وعزيزتي مواليد برج العقرب، بليز حيوا معي الملك الرئيس يوريا للحضور الملائكي، واللي بحب يستدعي الملك الرئيس بليز يضوي له شمعة حمراء ويحضر حلقته وصلاته على مية الأعشاب والحياة. ورجوني القلوب الحمراء معبية اليوتيوب. عقرب، العلاقات الجنسية الجانبية اللي عم تقوموا فيها على الشريك أو في العلاقات الثلاثية رح تنعكس بشكل سلبي بهالفترة، ممكن تتكشف بعض الأمور أو خيانة إما منكم أو من الشريك، بس على الأغلب منكم للشريك. وأيضا المساعدات المالية اللي عم تقدموها لهذه العلاقة الثلاثية رح ياخدوها منكم، مش رح تستفيدوا شيء، رح ينسحبوا أو رح يلاقوا شريك آخر. إذا كنتوا أنتم بحاجة أنه يكون عندكم شريك، حاولوا لاقوا شريك متزن ومتساوي معكم ليقدر يساعدكم، وخصوصا للأشخاص اللي عندهم عائلة وعم يحاولوا يصرفوا على عائلتهم. الحب سيأتي، المحبة ستأتي، اشتغلوا على العلاقة الحالية. من ناحية التجارة، المال، الأعمال، تحريك الأموال، الأسهم، السندات، عم شوف إيجابية كتير كبيرة ونجاح لإلكن، وأموال تأتي من مكان بعيد لبعض الأشخاص اللي عندهم هيدا المنفس. أما الأشخاص اللي عندهم عمل محدود وصغير فأيضا هناك نجاح يأتي من شريك بسيط بس بحاول يساعدكن. امرأة تدخل حياتكن تحاول المساعدة ولكن تسيطر عليها بالدرجة الأولى قبل المساعدة. إذا ما بتحبوا هذا الشيء حطوا حدود لهذه العلاقة. بالتوفيق للعقرب. عزيزي وعزيزتي مواليد برج القوس، بليز اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب. بليز رحبوا معي بالملك الرئيس يوريال واحضروا حلقته على مية الأعشاب والحياة. بليز ورجوني القلوب الحمراء عم تعبي اليوتيوب. تحية للملك الرئيس، وأيضا اللي بيحب يستدعي الملك الرئيس بليز يضوي له شمعة حمراء. عزيزي وعزيزتي مواليد برج القوس، الوضع العام نساء القوس محتارين كتير بهالفترة بخصوص بعض الأمور وخصوصا العاطفية. في عندكم تغيير ولكن ستحسن إلى الأفضل، إلى الأفضل للأشخاص اللي تركوا أو ابتعدوا. حضروا الأبراج العاطفية، نزلت يوم الاثنين. عجلة الحظ معكم في الفترة القادمة، أسبوعين قادمين، في تغييرات، في دفع إلى الأمام، في علاقات جديدة رح تجي. ولكن الشريك اللي تركتوه كان لازم تتركوه لأنه ما كان مستقر وما كان رح يبقى. لذلك قوس، نساء القوس تحديدا، مرحلة الجاية هي أفضل لإلكم. رح تعرفوا على أشخاص، رح يعرفوكم على علاقة جديدة. رجال القوس، المال والأعمال دائرة بهالفترة. ابتديتوا مشروع ما نجاح، وقف شوي، ترجعوا تدفعوا للأمام، بتكون تصرفوا عليه بعض الأموال، قد تضطروا إلى دين أو قرض يرجع بيمشي معكم، بس لازم تكونوا كتير جديين. فئة منكم رجال ونساء القوس بشكل عام قد تتعرض إلى قضية أو محكمة، فليز احضروا أبراج من هو البرج الأوفر حظاً لنهاية السنة نزل من يومين. عملوا اشتراك، شير، ولايك. قوس، اكتبوا لي بالتعليقات شو عم يصير معكم لتوصلني طاقتكم. بالتوفيق. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الجدي، بليز اعملوا اشتراك، شير، ولايك، سبسكرايب. حيوا معي الرئيس يوريال، الرئيس، الملاك الرئيس، ضولوا شمعة حمراء إذا حبيتوا تستدعوه. وبليز ورجوني القلوب الحمراء مع بي اليوتيوب. اللي بحب يستدعي الملاك الرئيس بإمكانه يحضر صلاته وحلقته على مية الأعشاب والحياة، وأيضا يحضر فك التعلق مع الملاك الرئيس يوريال على مية الأعشاب والحياة. جدي، شو بدي أقول يا جدي؟ جدي وضعكم شوي
مقلب بسبب شخصية بحياتكم. هذه الشخصية تكمش أطراف كثيرة، منها المال، الأعمال، العاطفة، الحياة، الاجتماعيات، العائلة، الحب. هذه الشخصية ممكن حالياً تأثر على بعض الأمور لصحتكم، so please انتبهوا، تحذير إلى الصحة للجدي. يعني ماني عارفة كيف بدي لكم، بس قد تؤدي إلى تدهور صحي. فإذا كانت علاقتكم مع الأب، مع السلطة، مع الأخ، مع مدير بالعمل فيها بعض التناقضات أو فيها بعض الخلافات أو فيها بعض التأثيرات، رح تزيد بالمرحلة الثانية. خذوا القرار الحاسم، قرروا بأي اتجاه بدكم تروحوا. امرأة نارية الصفات تتدخل بأمور البعض منكم، تسيطر عليها أو تغير دفة الموازين. أيضا عليكم بالانتباه. أما من الناحية المالية فالصرف عليه أن يكون بالاعتدال حاليا، لأن رح تنتقلوا إلى مكان جديد أو تفتشوا على عمل جديد. اللي عم بفتش أو عم بحاول يكون عنده عائلة أو أطفال، الباب مفتوح ودولاب الحظ معكم. راجعوا الطبيب أو الطبيبة من أجل هذه الأمور، لأن التحسن قادم. أما الأشخاص اللي انفصلوا وتركوا، فالرجوع صعب بالوضع الحالي. اكتبوا لي بالتعليقات شو عم يصير معكم جدي، شاركوني بطاقاتكم، خلوا التفاعل يوصل لي وطاقتكم توصل لي. بالتوفيق لجدي. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الدلو البرج العام، بليز حيوا معي ملك الرئيس يوريال. إذا حبيتوا تستدعوا احضروا صلاته وحلقته عالمية الأعشاب والحياة، ورجوني القلوب الحمراء تفاعلا بالترحيب بالملك الرئيس. فيكن أيضا تحضروا حلقة التأمل لقطع العلاقات السابقة وضولوا شمع حمراء. يا دلو، بلشتوا تشوفوا أحلام، عم تشوفوا أحلام ما عم تعرفوا لها تفسير، معظمها يتعلق بالعاطفة، بالشريك، بالحياة العاطفية. هيدا السبب لأنه عم تفكروا بحب سابق، هل اتصل فيكم أو بعد، لأنه بيجي منه اتصال وهو ضايع أو هي ضايعة بغض النظر. إذا بعدكم عم تتواصلوا معهم ذهنياً أو فكرياً، أو عم ترسلوا لهم طاقاتكم، رح تضلوا بنفس المكان، ما رح تتقدموا. دلوا احضروا الأبراج العاطفية، نزلت من يومين، واحضروا أيضاً من هي الأبراج الأوفر حظاً حتى نهاية السنة. عندكم تقدم، عندكم شراكة، عندكم فتح لباب عمل جديد كان واقف أو قدمت ورق أو طلب، رح يرجع يندفع ويتحدث إلى الأمام. اليوم 15 الشهر أنا عم سجل الفيديو، رقم 15 بالنسبة لكم جيد، 5 و 1 6، ممكن يكون 6 الشهر القادم، ممكن الساعة 6، ممكن يحصل أي شيء إيجابي برقم 6 أو رقم 15، إذا بيعني لكم شيء يتعلق ببعض الأمور المالية ووصول حق كنتوا خسرتوه. دلوا الابتعاد عن الناس، أنتم أيضا مثل جاركم العذراء منو جيد، حاولوا تكونوا مع الناس وخصوصا الطاقات العائلية، تواجدوا مع ناس عندهم عائلة، مع عائلتكم، مع أهلكم، مع أصدقائكم بشكل عائلي كبير لتقدروا تكونوا متجاوبين أكثر. بالتوفيق لبرج الدلو. وأخيرا وصلنا إلى الحوت، بليز اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب، على الجرس ليجيكم إشعار البث المباشر. رحبوا معي بالملاك الرئيس يوريال. اللي بحب يستدعي الملاك الرئيس بإمكانه وضع شمعة حمراء لإله، واللي بحب يحضر حلقته عالمية الأعشاب والحياة وصلاته لاستدعائه، وأيضا يحضر معه تأمل لقطع العلاقات السابقة واستقبال حياة جديدة. وبالتوفيق للجميع. حوت، شو مخبي لكم البرج العام؟ بليز احضروا الأبراج العاطفية من يومين نزلين. حوت، بلشتوا تاخذوا خطوات جيدة، استمعتوا إلى النصيحة البعض منكم، البعض الآخر لسه عم بفكر، بعده ما قرر بشكل نهائي. التقرير رح يجي قريب، بس بدكم تكونوا أسرع من هيك لحتى ما تضلوا معلقين. مثل مثل عنا بيقول لا معلق ولا مطلق، اللي بده يترك لازم فصل، واللي بده يبقى لازم قرر.
أما من ناحية العلاقات في العمل ففئة منكم رح تغير عملها، رح تنتقل إلى مكان جديد، وممكن أيضا يكون عندها وارد لتشتري سيارة أو بيك تيكت أيتم كبيت أو شيء عم تقرر عليه أو تنتقل له. المرحلة القادمة هي مرحلة زواج بالنسبة لكم، عم تفكروا بالزواج، ولكن والد أو والدة الزوج أو الزوجة أو الخطيب المنتظر ما بعرف عم حسن واقفين لكم بالطريق، ما كتير في أرياحية. اكتبوا لي بالتعليقات شو عم يصير معكم، لأنه مش عم شوف أنه في عندهم تجاوب إيجابي من هيدا المنطلق. في عندكم تغيير قادم إلى الأفضل بالفترة الأولى، رح تحسوا أنه في نوع من الضياع، بس بعد ما تفوتوا بهذا التغيير رح تشعروا أنه لا، رح يجيكم منه خير، رح يجيكم منه وارد. ممكن يكون مفترق طرق بين أمرين محيرين ما عم تقدروا تقرروا أي واحد فيهم، افصلوا وشوفوا الأصلح لإلكم، لأن في عندكم نوع من الغشاوة في القرارات. فحوت شخصيتكم قوية، طاقتكم عالية، ولكن قراراتكم تاخدوها بغير وضوح. عملوا اشتراك، شير ولايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعال بس المباشر. ان شاء الله انا بشوفكم بالابراج اليومية. شكرا للحضور الملائكي والملاك الرئيس يوريال معنا. بليز حيوا الملاك الرئيس وارجوني القلوب الحمراء مع بيا اليوتيوب. ثانك يو، تصبحوا على خير، باي.